Hallo, wie geht's euch? Heute werden wir Part 2 von Part 1 Alltagssituationen weitermachen. هنكمل النهاردة الجزء الثاني من الجزء الأول المواقف. Kommen Sie und lernen Sie Alltagssituationen. تعالى وتعلم معانا المواقف. Was sagst du in dieser Situation? تقول إيه في الموقف ده؟ Am Morgen. تقول إيه الصبح؟ أكيد Guten Morgen. صباح الخير. لكن في التحيات عايزين نعرف حاجة، احنا ممكن نقول التحية على بعضها Guten Morgen، وممكن جدا نقول Morgen بس. طب Am Mittag الظهر هنقول Guten Tag أو Tag. Am Abend في المساء Guten Abend أو Abend. In der Nacht في الليل وانت داخل تنام خلاص، wenn jemand ins Bett gehen حد رايح السرير خلاص، يبقى هنقول Gute Nacht تصبح على خير. Oder Nacht أو Nacht بس، يبقى التحية كاملة أوكي، اختصارها أوكي. Winter الموقف بتاعك im Winter في الشتاء، أكيد الدنيا بتبقى برد، يبقى هنقول إيه؟ Es ist kalt. طب زمر في الصيف هنقول Es ist heiß الجو حر، و Es ist kalt الجو برد. طب إيه تاني متعلق بالفيتر؟ بالطقس، إيه تاني ممكن نقوله في الطقس؟ ممكن نقول انجنيم مريح او لطيف، فيندش عاصف، او بذلكت ملبد بالغيوم. طيب السيتواسيون بتاعنا بشتاندن نجاح، او اين سيرتيفيكات بيكومن او حد يعني حصلت على شهاده انت او حد عموما، الحصول على شهاده تقول فيها ايه؟ تقول هاتسليشه جلوك فينشه، مع تمنياتي بالحظ السعيد، تمنياتي القلبية طبعا. أوسترن نقول فروه أوسترن عيد فصح سعيد، أو شونة أوسترن عيد فصح جميل. فيرغشاين جمخت عمل الرخصة السواقة، نقول جراتوليغا التهاني. هوخت سايت الزواج أو زفاف، تقول جراتوليغا التهاني أو congratulation أهنئك أو تهانئي برضو. alles Gute كل الخير، أو herzliche Glückwünsche تمنياتي قلبية سعيدة. يبقى لما بنيجي نقول تهنئة عموما ديك أكتر من طريقة، يا إما تقول gratuliere، يا إما تقول congratulation، يا إما تقول alles Gute، يا إما تقول herzliche Glückwünsche. طب فيست في عيد تقول ايه؟ فروهس فيست عيد سعيد. وعندنا طبعا في اعياد كتير، في فاستن بريشن فيست عيد الفطر، فاستن بريشن فيست، او اوبفان فيست عيد الاضحى، والاتنين برضو بنقول فيهم فروهس. ممكن تختصر بفروهس فيست وممكن تقول اسم العيد، يعني فروهس فيست او فروهس فاستن بريشن فيست، فروهس فيست او فروهس اوبفان فيست. طب سيلفستر رأس السنة نقول فيها ايه؟ نقول فروهس نويس يار سنة جديدة سعيدة. طب الفاينختن عيد الميلاد المجيد، نقول فروه فاينختن عيد ميلاد مجيد سعيد. طيب دانك باركايت الموقف بتاعنا السيتواسيون الشكر، دانك باركايت تقول فيه ايه؟ تقول فيلن دانك شكرا جزيلا. هلف المساعدة تقول فيها ايه؟ تقول دانك شون شكرا جزيلا. وطبعا المفروض نبقى عارفين ان دانكا شكرا الرد بتاعها بيتا العفو. طيب بيزوخ زيارة، ده السيتواسيون بتاعنا، تقول ايه في الزيارة؟ تقول فيلكومن اهلا وسهلا. طب ام كينو في السينما، ام اورلاوب في الاجازة، تقول ايه؟ تقول فيليش باس، حد يقول لك او انت تقول. يماند هات لو حد بقى عنده حاجة من الحاجات دي، شخص ما عنده حاجة من الحاجات دي، هنقول ايه؟ Was sagst du؟ تقول ايه في الموقف ده؟ Geburtstag عند العيد الميلاد تقول له ايه؟ Herzliche Glückwünsche، او تقول Alles Gute zum Geburtstag كل سنة وانت طيب، Alles Gute zum Geburtstag. غايزة لو رحلة هنقول Gute Reise رحلة سعيدة. Party حفلة هنقول Viel Spaß
الكثير من المرح. تيست اودر بروفونج، امتحان، او الاثنين معناهم امتحان. نقول فيه ايه؟ اكيد بالتوفيق. فيل ارفولج. كرانكنهايت، مرض، ايا كان المرض مسمى او غير مسمى، يعني تقال كرانكنهايت او تقال اسم المرض، تقول فيه ايه؟ اكيد سلامتك، الف سلامه. جوتا بيسغونج، ايه انواع الامراض اللي ممكن تكون عندنا؟ دوت بايشبيله بس، دي امثله، لكن في حاجات اكتر طبعا. فيبر، حمى، غيبه، برد، كوبف شمرتس، صداع، باوخ شمرتس، مغص، روك شمرتس، الم في الظهر. الم في الظهر طبعا شمرتسن جمع بالاي ان. في حاجة تانية متعلقة بالتعب أو المرض، في فيهتون، ده فعل معناه يؤلم، يعني تقول مثلا als Beispiel mein Fuß tut mir weh، رجلي بتوجعني، وده استخدامه. طب السيتواسيون أو jemand hat Mittag essen، غدا، هتقول فيه إيه؟ هتقول guten Appetit، بالهنا والشفا. طبعا ده ينطبق على كل الوجبات، Mittag essen أو Frühstück، فطار، أو Abend essen، عشاء. Warte auf Warte drei Alltagssituationen. استنى الجزء الثالث، المواقف بتاعتنا، واخر جزء فيها. Tschüss.